في جنوب غرب اليابان تسارعت الأحد عمليات البحث عن ناجين بعد سلسلة الهزات الأرضية التي وقعت نهاية الأسبوع وأودت بحياة 41 شخصا بحسب آخر حصيلة رسمية. الكارثة تسببت بانزلاقات ترابية في الجبال وانهيار عدد كبير من المباني في كيوشو ثالث أكبر جزر اليابان. يخشى أن العشرات ما زالوا عالقين تحت أنقاض المباني والأتربة المنهارة، وحذرت السلطات من احتمال وقوع المزيد من الانهيارات في الأراضي الهشة. ربع مليون شخص تم إخلاؤهم. سكان بلدة ماشيكي القريبة من مركز الهزات في محافظة كوماموتو نقلوا إلى مجمع رياضي خارج البلدة. نمت في الفناء لأنني شعرت أن ذلك أفضل للهروب، تقول إحدى المواطنات من بلدة ماشيكي، نصف الضحايا الذين تم إحصاؤهم بسبب الزلزال من هذه البلدة. من أين يجب أن تبدأ عملية إعادة البناء؟ منزلي تحول إلى ركام ولا أعرف ما علي فعله. جميع من تضرروا لا يستطيعون حتى التفكير بالخطوة التالية. الرحلات أوقفت في مطار كوماموتو وألغيت الحافلات التي تصل إلى المنطقة، كما أعلن عن تعطيل العمل في المصانع لإجراء عمليات تحقق دون أن تسجل أضرار في مراكز المفاعلات النووية في تلك المنطقة.